تعيينات للرجال فقط وبيمنعوا تعيينات الشباب من النساء، الشابات النساء بيمنعوا تعييناتهم، وده إقحاف للمرأة، وده في نفس الوقت ده مهم جدا. بيقول لك حق المرأة المعيلة، فين حق المرأة المعيلة؟ السيدة لما بتخرج للعمل بيبقى في احتياج لأسرتها. المرأة المعيلة مش بس المطلقة ولا الأرملة، ممكن تكون جوزها مسجون، ممكن يكون متزوجة بس جوزها غير قادر على العمل، جوزها مريض، جوزها في أي وهجر البيت ومشي، فإذا هي بتلم بحياة الأسرة كلها. فين حياة الأسرة هنا اللي بيفرقها لنا مرسي وأعوانه؟ تلم يا مرسي يا أعوانه، عيب اللي أنتوا بتعملوه ده. احنا ما شعب مصر ما نتفرقش، شعب مصر كله كتله واحده، كتله متكامله. المراه بتكمل الرجل والرجل بيكمل المراه، والمراه بتنشئ جيل للاجتماع وللمجتمع المصري، يبقى المفروض تاخد حقها، الحق اللي ادهولها الدين المسيحي في تكريم العذراء مريم. ام السيد المسيح كرمها الرسول وكرمها الدين الاسلامي والدين المسيحي، والسيده عائشه زوجة الرسول ام المؤمنين كرمها الدين الاسلامي وكل الاديان. واحنا دلوقتي بننشب منهج الاسلام، فين الاسلام اللي انت بتتكلم عليه يا مرسي؟ انت بتقصي حق المراه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قاله رفقا بالقوارير، فين انت حق المراه؟ فين القوارير اللي انت بتحافظ عليها؟ انت بتهدمنا، انت بتعرنا، انت مش قادر تاخد موقف ضد دولتك، انت ماشي تبع المرشد، تبع بديع، انت ما ينفعش ان انت تكون رئيس لجمهوريه مصر العربيه، انت رئيس لفرقتك فقط لا غير.